مساء الخير. يا مساء النور. شو تأخرت عليكي؟ أبدا، جيت على الوقت. تفضل فوت. شكلك تعبان عدنان بيك. ايه والله، الحياة اللي تعبتك؟ اذا بقول لك لا بكون عم كذب. طيب بعد كل شي صار لحد اليوم، الماضي هو اللي معلق براسك ولا المستقبل؟ كل شي في إلى وقته، الجمال والأمل، عواطفنا ما بتختير أبدا، الحب والكره ما بيصيروا ماضي جود. معناها في شغلات ما بنشبه فيها بعضنا. أنا العواطف عندي بينقلبوا من الحب للكره ومن الكره للحب، هيك فجأة وفورا. هيك أنا. لحتى تحب ولحتى تكره لازمك شي واحد، القوة. إذا ما عندك القوة الكافية، الحب والكره راح يصغروك كرمال أقوى. لازم أظلم لضعيف ودمر البسيط؟ ما بقدر ساوي هيك. نحن ما لنا بغابة. كيف عرفتي انه زاهدة كانت عندي بالبيت؟ انت ليش مستخف بذكائي زيادة عن اللزوم؟ لا لا، بعرف انه اللي بيخطر لك ما بيخطر على بال العفاريت. لما ميسوم بلشت تقطع الدواء تبع زاهدة، طبعا بلشت حس بشي. حذرتها لميسوم بس هي ما ردت علي. ولما زاهدة رح تحكي رح تقول اسم من اثنين، يا أنت يا رشاد. بس هداك اليوم بعرس علي، لما استلمت الهدية اللي أنت بعتها، تأكدت إنك ورا الموضوع. والله برافو عليكي. وهلأ رح أسألك سؤال، أنت كيف لقيت ميسون؟ مو أنا لقيتها، هي لقيتني. شو بدك مني شاهيناز؟ احكي بوضوح. ما بدي غير شغلة وحدة، ما بدي ميسون تشهد بالمحكمة ضدي، هذا المطلوب. أنا شو فيني أعمل؟ فيك تعمل كتير، يعني إذا حدا وقف بوشك شو بتعمل مثلا؟ وأنا شو بعمل فيك توضحي؟ رح أقلك، لما بيوقف حدا بوشك ما بتعمل حساب لشي، أنا بعرفك. بس أنت ارتكبت غلطة وحدة. شو هي هالغلطة؟ طول عمرك عم تتنافس مع عدنان، بس انت خسران. وحبك اللي ركعك ليكك روحت زاهدة من ايدك، وما انبسط بحياتك ولا يوم. بس لازم هالموضوع يأثر فيكي مثلي واكتر. انا بطلت اتأثر من زمان، وانت اللي كنت تصبرني ولا نسيت؟
نحن اتفقنا ننسى هذيك الليلة. مظبوط، هذا أفضل حل كان ممكن نعمله. وهلأ شو بدك مني؟ بصراحة سؤال مهم، بدي نحط إيدينا بإيدين بعض مثل زمان. أنت زبط ميسون وأنا أكيد بردلك هالمعروف.